السلام عليكم. اليوم نروح لولايه تاع الوادي لنعرفكم على المستشفى تاع مكافحه السرطان تاع ولايه الواد اللي تم انشاؤه والانتهاء من الاشغال تاعو ووضعه حيز الخدمه هذه مده 2 أو 3 سنوات، واللي هو يعتبر واحد من اجمل واروع المستشفيات، يعني من ناحيه المعماريه ومن ناحيه الحجم وكذا. وان شاء الله تكون يعني الخدمه العموميه عند حسن ظن المواطن الجزائري. وهذا للعلم انه فيه يعني عده مستشفيات لمكافحه السرطان راهي عبر كل ولايات الوطن، وهذا برنامج جد هام وجد يعني خطوه جد هامه ان يكون فيه مستشفيات خاصه بمكافحه امراض السرطان. شيء جميل ان هذه المستشفيات تعم كل ولايات الوطن، خاصة ولاية الجنوب من ولاية الواد اللي رانا نتكلموا عليها. إن شاء الله تكون الخدمة العمومية في الموعد. أترككم تتابعون والسلام عليكم.